وإن شاء الله كعادتنا دايما متفائلين، إن شاء الله خير كبير جدا إن شاء الله النهارده للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة. نروح نقول التشكيل سريعا وبعدين نتكلم على المباراة التاريخية بين النادي الأهلي وريال مدريد. تشكيل النادي الأهلي النهارده: محمد الشناوي، محمد هاني، ظهير أيمن، علي معلول ظهير أيسر، محمد عبد المنعم، محمود متولي قلبي دفاع. ثنائي خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج وعمرو السولية، ورباعي المقدمة: محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد عبد القادر ومحمد شريف. يبقى النهاردة مستر كولر عامل تغييرات في الخط الأمامي. إن شاء الله بإذن الله توفيق للنادي الأهلي. ماتش النهاردة ماتش صعب، قلنا ماتش تاريخي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويمكن الصحف العالمية كلها تناولت هذا اللقاء وشفنا قد إيه احترامهم للنادي الأهلي. شفنا كلام كارلو أنشيلوتي مدرب الريال عن النادي الأهلي في المؤتمر امبارح كواحد من أعظم الأندية في العالم.